يلا روحوا يا شباب ولا تفتحوا تمكن في كلمة على اللي صار. حاضر معلم. عبد الله لازم اروح على البيت انا حتى ما اصير علكه على كل لسان. لخ انا يعلم علي ابو سمراء. انا معلم بيتنا قريب من هون، ايش رايك نروح على بيتنا وبالليل نطلع على الحاره؟ معك حق معك حق، اعطيني لفاحتك. خذ لفاحتي تعبي الدم. ايه بتأمر معلم. هات لعلك. تاخر عمو، قال في موضوع بده يحكي معي. هلا بيجي، انت مد ايدك وكول، الا بدك اطعميك بايدي مثل هاد الصغار. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا ابراهيم؟ استغفر الله يا ربي. قلت اجي اطمن عليك اشوف ايش في ما في، ايش شو اخبارك؟ لك يا بنتي انت لهلا هيك هون؟ كنت عم بحضر الاكل لابراهيم، انا قلت لهم مين جاي لهون، ولما قال لي انك رح تجي بستناك. صار لك اكثر من ساعه. كنت عم بسوي حوسه في البيت، رتبته شوي وجريت لصحون. هذا مو شغلك. ولو لما تكون مناسبه، مناسبه زعل اخوي الله يرحمه، كان لي تصرف ثاني معك. يلا على البيت. يلا. يلا. وانت يا ابني يا ابراهيم، يا ابني ما بيصير هيك، يعني الموت والزعل ما بيطعموا خبز، لازم تدبر لك شغله تشتغل فيها. بس عمو انا عم بشتغل بالكرم. هنا كرم؟ ما عاد في كرم. شلون ما عاد في كرم؟ ليش ابوك ما قال لك انه الكرم والبيت كانوا مرهونين وانه صار موعد الرهن؟ ولو لما اكون انا بمون على الرجال اللي اخذ ابوك منه المصاري كان صادر البيت والكرم وانت كنت صرت برا. وانت بتعرف انه ابوك ما ترك مصاري، صرفهم كلهم على الكرم، والكرم صار له سنتين ما اعطى شيء، وشجر الفستق ما حمل، ووقت شجر الفستق ما بيحمل بتنخرب كثير بيوت. بس عمو انا معي مصاري. انت معك مصاري؟ شاد معك؟ ما بعرف ما عديتهم. هات لشوف وينهم. هات. تفضل عمو. هات لشوف. ايش هدول يا ابني؟ هدول المصاري تركهم ابوي. يا ابني هدول اجوا يساوي لو ساووا، هدول ما بيفكوا الرهن. ابوك اخذ من الرجال 1500 ورقه. يا ابني خود اتركهم معك ودبر لك محل تسكن فيه وشغله تشتغله. طب والعمل؟ العمل يعني انه الحوش والكرم راحوا. وانا وين بدي اروح؟ يا ابني انت شاب كويس وبتعرف تدبر امورك. شوف يا ابراهيم، انا بحسن بخليك تسكن عندي بالبيت شي كم يوم لبين ما الله يفرج عليك، بس بدي اياك ما تنسى انه انا ما بحسن اتركك عندي بالبيت كثير، لانه انا عندي بنت صبيه. اي بعرف عمو. بحط لي هالموضوع بذهنك ودبر لي امورك وضب اغراضك خلال هالكم يوم، لانه ما عاد في وقت. ما بصير غير اللي بدك اياه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حاج بكري وحدوه. لا اله الا الله. ايش بك لخاي؟ احوالك متغيره، ايش صاير معك؟ احكي لي. انا اخوك الكبير واللي بحسن عليه بساعدك فيه. الكفر الظلام عم بتهموني انه عم باكل اموال اليتامى اولاد شريكي المرحوم حاج حسن الله يرحمه. والله الله بشهد علي، وانت بتعرف يا شيخ صالح أنا عمري ما مديت إيدي على قرش حرام. إيه وإيش صار؟ تركت الدكان ورحت زتيت له الفتيح بوجهه لشيخ تجار السوق وبوجهه لحج مروان أبوها لمرتي. وليش لحتى تشلف الفتيح بوجه حج مروان كمان؟ الرجل ما له علاقة بالموضوع يا حج بكري. هو اللي عم حرض السوق ضدي، الله ينتقم منه ويفرجيني في يوم. تريدني احكي لك مع تجار السوق؟ وا هدول ظلام ما بخافوا الله، بدهم ياني انهب واسرق مشان اضل بالدكان، وهذا الشيء الله ما بيريده يا شيخ صالح. يا شيخي
أهلين، أمور حجي أمور. زكاتك ممكن تساعدني شوي؟ تفضل أنا جاهز. شوفت عينك، الكبر عبر وخفت الذاكرة وضعف النظر. أمور خير، إيش صاير معك؟ حطيت صباطي هون وما بتعرف وين حطيته، وصلي فترة عم بدور عليه وما عم بشوفه، وبيني وبينك عم بخاف أطلع حفيان ويشوفني حدا ويقولوا هذا مجنون عند الكبرة جبة حمراء. ولا يهمك ولا يهمك، تعا معي لندور عليه. تفضل تفضل. الله يجزيك الخير. تفضل. يا الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين يا ابني إبراهيم، خير إن شاء الله؟ إيش عم تساويون؟ والله كنت عم بقرا مولد على روح الوالد والوالدة. الله يرضى عليك يا ابني ويرحم عيون الوالد والوالدة. الله يديمك يا حجي. السلام عليكم. استنى شوي يا إبراهيم، الله يرضى عليك. الأخ مضيع مدارسه ونسيان وين حطه، الله يرضى عليك دور له عليه، وإذا ما شفته شوف خادم الجامع بركي دبر له شغلة يلبسها ويروح فيها على بيته. أمرك شيخي. شرف عم، بإذن الله ما بطلع من هون غير وانت لابس مداس، وإذا ما لقيت لك يا راح أعطيك مداسي. الله يرضى عليك ويرزقك عقد نيتك. روح يا الله. قدرتي؟ ما في شيء، ابو روس تاخر وبقبالي عنده. بعتي سالتي عليه بالدكان؟ ايه قال ما هونيك، وصل وصله. ليكون بدكان الصالحين او بدكان الكلاسه؟ لا كمان ما هونيك. قدرتي؟ شو؟ تخافي عليه؟ شلون يعني ما اخاف عليه؟ جوزي ياما وابو ولادي. ايه وانا كمان بخاف عليه. مبين. ليش بقى حبيبتي؟ اذا كان بيحبني وبدللني اكثر من غيري. افتخار، ماني فاضية لهالكلام آخر الليل. ها كرمال الله أنا بقيان باري عند أبو الروس والفار عم بلعب بعبي. ترتي ليش أنت بتحكي مع الفار؟ يي ليش مالي خبر؟ بحكي مع القرود السود كمان. بقى افهمي علي يا جدبي، ليكون جوزنا أبو الروس شايف له وحدة كويسة ورح يخطبها، مشان هيك تأخر. معقولة سوية؟ جوزي أبو الروس وبعرفه حبيبتي، بشغلة النسوان ما عنده يما رحميني. الله وكيلك إذا سمع ببلاد الواء في وحدة كويسة بيروح ليخطبها. منو هاد؟ ما بعرف، أنا مرعوبة وفلت ركبي ما خرج أفتح الباب لحدا. روحي افتخار. لا حبيبتي أنا ما بقدر روحي، أنت أبو الروس بغار علي. روحي أنت. هيك لكان، إن شاء الله بكرة يطقك مرة ثالثة ويتجوز عليكي، هداك الوقت رح أفرح ورح أظل غير حال. بس بقى شكري يا روحي. ولك مين سوا فيك؟ لك خلصي بقى. لك يا حسن، حسن وينه حسن؟ حسن اخ نعم يوم شد الدم يوم. ولك راس انت الثاني، بتروح لعند عمك ابو سعيد الحلاق بتقول له يجي لعندي فورا. اذا سالك لايش؟ قال له اختي امون وقعت وعم ينزل منها دم كثير. حاضر يوم حاضر. يا علي يا ابن عمي شو هاد؟ لك جيبوا المرايه بدي اشوف حالي. لك روحي جيبي المرايه. روحي جيبي. لك روحي انت. لك روحي انت وياها. الحمل يضربك. اخ قولي قولي على هالصواب اللي قتلته. اخ مثل ما قلت لك لخاي، ميتي الجب في بيوت الحاره كلها عيطي على ملوحه، من شان هيك قامت الحكومه الوطنيه الله يستر عليها ويطول عمرها سحبت المي الحلوه من عين التل ومن قنايه حيلان حتى توصلها لكل البيوت. يعني بعد مدة منحلق للزبون بمي حلوة ومنخسر له وجهه كمان بمي حلوة. لخاي المي الحلوة على الصابون بترغي غير شكل، رغوتها هيك كبيرة كتير وبتخلي دقن الزبون مثل الفل والياسمين. مرحبا عمو أبو سعيد. أهلين، مو أنت حسن ابن الأبو الروس؟ إيه عمو، ما عرفتني؟ عرفتك، إذا كنت جاي تقص شعرك على الصفر من شان الأمل عود استنى. لا ما بدي أحلق، قال أبوي جيب العدة كلها وتعال عنا. خير؟ صاير شي؟ أختي أمون حدا ضرب صوابعه تمها قام طلع منه الدم، قام قال لي أبوي أصح لك وأترك كل شي من إيدك وتعب عجلي. ليكون أنت ضربته لك سعدان؟
لا مو انا، ليش انا عقلي صغير لحتى اضربه؟ استناني اجيب الشنطاي. لوين؟ لسه ما كملت لي علاج داني. ابو الشباب اجاني طلب مستعجل لناس معتبرين، يعني القصه فيها حياه او موت. بقى يرضى عليك اذا كان بتقدر اجل الحلاقه لبكره الصبح. معقول ابو سعيد؟ ايه معقول تحلل الحلاقه؟ يا ابن الحلال عم اقول لك حاله اسعاف، بقى لا تاخذ وتعطي معي بالكلام. يرضى عليك. شوف اذا كان بدك خليك قاعد هون لبين ما ارجع بخير وسلامه، وبحلق لك احلى حلاقه سلسه ومثل السمنه والعسل. خاطرك. يلا عمو يلا. لا ابدا، ولك انا في حياتي ما شفت لا مثل هيك حلاق ولا مثل هيك حاره. ولك شلون بدي اروح ونصداني محلوقه ونصف تاني عليها رغوة صابون؟ اليوم تعرفت على شاب تمنيت انه يكون عندي ابن مثله. وايش اسمه؟ اسمه ابراهيم. انتو يا هالبنات ما بتغيروا عادتكن. اين عادة عمو؟ بس تسمعوا حدا عم بحكي عن شاب بدك تسألوا ايش اسمه. ايه بس هذا مو شاب غريب. لك شو مو غريب؟ اذا هلا لسه سمعتي اسمه. وقت الشيخ صالح بيحكي عن شاب وبيتمنى يكون عنده ولد مثله، معناته مانو غريب. بحق لي اسأل عن اسمه، مو هيك شيخ صالح؟ تفضل يا شيخ صالح، احكينا عن هالشاب المعجزة اللي تعرفت عليه بالجامع. ما بتعرفه لأبو إبراهيم المنصور اللي توفى من أسبوع؟ إيه بعرفه. هذا الشاب ابنه، والمسكين ما بقى له لا أم ولا أب، وهو وحيد أهله. وإيش سوى هالشاب بالجامع الكبير حتى لفت انتباه الشيخ صالح وتمنى يكون عنده ولد مثله؟ اللي صار بالجامع حكاية بتنحكى. حاج بكري، تسمح للشيخ صالح يحكي لنا حكاية هالشاب ولا بتشوف فيها حرمانية؟ أعوذ بالله، الشيخ صالح أخوي الكبير وأستاذ. تفضل. تفضل شيخ صالح، انت بامان. والله يا صفيه صايره بتخوفي. انا عمو؟ اي نعم، وجوابك على راس لسانك. اخ ابو سعيد، لك والله بداواتك اصعب من ضرب الباكوره على الراس. اخ اخ الله يسامحك يا ابو الروس، صدقني صار فيني مثل ما بيقول المثل، احترت يا اقرع من وين امشطك. لك اخ لك بعجلة لك ابو سعيد بعجلة. ايه بس مو الحق علي، الحق على اللي مسوي لك راسك مثل راس الخروف المسلوخ. اخ 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 خلاص خلاص هلا رح اسوي لك اللازم. لك انت بدك تسوي لابو الروس اللازم ولا ابو سعيد؟ الله يصلحك، بدي اسوي لك اللازم حتى الطيب. اسمع مني منيح، من هون لبكره اذا كان ما تحسنت لازم تروح لعند ابن قطايه، لانه جرحك غميق وصبرك قليل. لك ما راي اروح لعند غيرك حتى ما انفضح. لك واذا يا ابو سعيد ما طبت عندك الله يعينك. واذا طبت عندي ما بخليك غير مبسوط ورايق. ايه ها سمعنا الكلام الطيب يلي في دسم. لك خلص لي بقى. لك يا ابو سعيد خلص لي بقى. وانت كمان تحمل شوي، تحمل شوي حتى اخلص بسرعه. اخ راسي. شبك شكرية؟ انت ايش بك؟ يا الله عليك العافيه ان شاء الله. ساعدني لخيو. على راسي. يلا خي بسم الله الرحمن الرحيم. يلا 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 يلا. لي علي قبل عمي الشهاد. لك ليش هيك سوا فيك ابو سعيد؟ ان شاء الله يبلع في كسر ايدي اللي ضربك. خلصي وليك لعمل يضربك، انا ابو الروس ما حدا بيضربني. ابن عمي لك ايش هذا اللي على راسك؟ ليش هالدم؟ لك افتخار، لك خديه لشكريه ربطيها بشي غرفه، مليت منها ومن حكيها. والله فرد مره خليتها تاخذني على الغرفه سمي علي وتذبحني، ايش رايك؟ لك خلصي بقى. لك خلصي خلص ما يجيبك شكريه. ابو سعيد. نعم خيو. أنا كنت ماشي في الطريق. طريق؟ عم طلع في الطريق جورة. جورة. قمت أنا وقعت في الجورة. وقعت في الجورة. يعني ما حدا ضربني ولا شيء. ولا شيء. لك منين جايب هالزخم لك أبو سعيد؟ منين جايبه أنت؟ تلميذ أخاي. آخ راسي. آخ راسي. لك خراسي ولا؟ ابن عمي؟ إن شاء الله الله يبلاها بقتلة هالجورة. لك سمعتي؟ أي أي أي.
ولك ضحكتيني والضحك ما بيواتيني، لك بفتق لي جروحاتي. طولي بالك علي اختي، ابو الروس بصلته محروقه. ابو سعيد لا تنسى شو وصيتك. ولا يهمك، البعجوره ما هي من ضربه الباكوره، والجرح ما هو من السكين. خلص لا توصي حريص. ليش انت حريص؟ لك انت لسانك بتبري منك. الله يسامحك يا ابو الروس، على كل حال سرك كبير. ايه بكره بنشوف، والله يعينك اذا حدا بيعرف. يلا السلام عليكم، في عندي زبون منقوع بالصابون لازم احلق له قبل ما يتشتش. مع السلامه. مع السلامه يا الله يسلمك. تعال الله لا تنسى الجوره والبعجوره. الجوره والبعجوره، البعجوره من الجوره. ماشي الحال.